هي الدونيشن في خلال الايام دي احنا طبعا هتكون مضاعفه. ربنا يباركك ويبارك دعمك. اوكي، عايزين بما انه اخ دوال اردتي قضيه الدونيشنز، يس اوكي بليز ثانك يو. سو انا خليني اروح على الترينيتي شانل نفسها هي دي حتى اسهل ما تفضلتي به. يس لما تروح على trinitychannel.com، يعني trinitychannel.com، and راح تشوف تو buttons باللون الاحمر، هذا وهذا. يس فاذا تدوس هذا او ذاك يوصلك، بس خلينا ندوس اول مره على first button، this one. اوكي. And لما ندوس هنا على اليمين اكو سلايد و giving Tuesday، وهذا اللينك how to give، وبعدين اكو عندك هنا يعني معلومات انه ليش تريد تنطي، يعني قصدي لماذا تدفع للاراميه، وانا ايضا مسجل هنا دقيقتين رسالتي، وبعدين تجي الاختبارات ومور اختبارات، وبعدين إذا تريد تتبرع you will press either this one or this one. Yes. Okay. Or this one. All of them they will lead you to same place. So لما تدخل دوس مثلا gift today. Okay. Thank you. Oh no, sorry. That's this one. Either this or this. Okay. So إذا أدوس على هذه. Okay, give today. Oh, you know what? Let me share. Refresh. Sorry, refresh it. Okay. So when I go here, yeah, here it's okay. Okay. So it wasn't refreshed. Okay. So لما دوس إما 50 تختار 50 أو 100 أو 250 وإلى آخره. That is one story. And then after that, I'm going to stop now, Nawal. بعدين راح اطلع شويه الجوسبل تراكس حتى ننهي البرنامج. يا احنا فعلا لانه في برنامج بعدين على طول. لو احنا ليه بنحط الجوسبل تراك مره ثانيه؟ لانه الخدمه وكل العمل وكل التقنيات اللي الرب يضعها بين ايديك النهارده بين ايديك بتوصل الكتاب المقدس. دكتور باسم لو حضرتك جاهز، لانه لازم ننهي باسرع ما sure. Sure. Okay. موضوع ال gospel tracks. Okay. I will promise you. I will start right now. Okay. Okay. So. So. Excuse me. gospel tracks. مثل يعني أو دفاتر صغيرة للأطفال أو للكبار. So. مثلا على سبيل المثال هذا الجوسبل هو باللغة الهندية، وتشوف ان انا اللغة الهندية. Alright. And وهكذا. فعلى سبيل المثال next one عفوا يا هذه الأول، هذه الصفحات الرئيسية مال هذا التراك. اوكي سبحان الله. بعدين هذا اكو عندك بالروسي، تشوف جوا رشن. بعدين صيني، هذا مال الصين. بعدين يوروبا، قبلها هاوزا، يعني هاوزا ويوروبا اثنيناتهم مال لغات افريقيه. هذه اندونيسيا اللي بها عدد هائل من الاسلام، هذه باللغه العربيه، وهذه هذه باللغه الباشتو الافغانيه. This one is بلغه الفارسي. اوكي. وبعدين حتى انت تقدر يعني تشتري هذه التراكس اذا تريد مثلا ترسلها الى ولايه اخرى، او انت تريد توزعها في منطقه مالتك، تختار مثلا شوف يا لغه وانت تروح بالمول او كذا توزع لهم حتى التبشير. بس احنا بالنسبه لنا ما نوزع التراكس، وانما احنا راح نخليها هنا لهم في بلدهم لما هو هناك يقراها ببلاش وكل اللغات. ومو بس تراك واحد، هذا بس مجرد one of the gospel track. طبعا اكو يعني مثلا هذا باللغه العربيه، عفوا هذا باللغه الفارسيه. You know what، ليش ما نقول العربي؟ انا كنت اتمنى اقرب العربي حتى. Anyway، يعني هذا واحد من التراكس اللي بدنا نتكلم عنه. So in other words، بالاخير حتى ننهي الموضوع، حتى أذكرك أنه now it's time to multiply. الآن جهز الوقت إلى أن
نتكاثر. Okay, why give to grow ABN to 40 plus popular world languages? هذه هي البذرة الأولى. المسيح قال اذهبوا، وهذا هو الإنكم مالتنا. أخذ نوال أقل من 4 ثواني. What would you say here? أوكي، الحقيقة بقالنا 3 شهور الإنكم ما بيوصلش ل40,000، بينما إحنا مصاريفنا الشهرية ما بين 60 و65,000، ما بين ساتلايتات وطبعا مرتبات العاملين والازدياد في النفقات والرواتب، بالإضافة لكل التقنيات اللي شفتوها حضراتكم أمامكم اليوم. كل دي مصاريف الحقيقة بتزداد مع التضخم اللي احنا عايشين فيه، مش بس احنا، كل العالم. لكن بركة الرب تغني لا يزيد معها تعب، وخليك تكون انت شريك في هذا العمل. انا اسفة دكتور.